مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، وزي ما تعودنا مع حضراتكم إن دايما لما بيكون معانا أخبار بنحب نعرف تفاصيل عنها أكتر وكمان نعرف صحة هذه الأخبار. الحقيقة خلينا أقول لحضراتكم إن يعني حضراتكم عارفين إن يعني جائحة كورونا تسببت في قطاعات كتير جدا تأثرت، وطبعا من ضمنها قطاع السياحة. وطبعا يعني من قبل كمان جائحة كورونا كان موضوع السياحة يعني في بعض الذبذبة، ولكن طبعا في جائحة كورونا الموضوع تفاقم أكتر. خليني أقول لحضراتكم أن تم الإعلان من خلال بعض المواقع الإخبارية عن عودة السياحة الروسية بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات، حيث أن السياحة الروسية تمثل أكبر نسبة لأعداد السياحة الوافدة للبحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر معانا على الهاتف الأستاذ رامي فايز، عضو غرفة الفنادق السياحية للبحر الأحمر ومرسى علم. صباح الخير أستاذ رامي. أهلا، صباح الخير أستاذ يوسف، أهلا بالسادة المشاهدين. صباح الخير، أهلا بحضرتك وصحتك طيب وبألف خير يا رب. متشكر جدا يا أستاذ، صباح الخير. الحقيقة طبعا أستاذ رامي زي ما حضرتك عارف أن يعني قطاع السياحة تأثر بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت طبعا في ظل جائحة كورونا، وحتى كمان قبل جائحة كورونا كان السياحة هي يعني عصب يعني الاقتصاد، وطبعا كنا بنشوف الأحداث وكانت بتتأثر بالأحداث اللي بتحصل. خلينا يعني حضرتك خير من يعني يقول لنا صحة هذا الخبر، هل فعلا هذا الخبر صحيح أم في أقاويل أخرى؟ شوف حضرتك عشان بس نبقى عارفين موضوع السياحة الروسية. السياحة الروسية طبعا هي يعني من أعمدة السياحة الرئيسية لينا كدول مصدرة لينا روسيا. احنا آخر سائح روسي كان جانا بفوليوم كبير، لأن خلي بالك احنا افتقدنا السياحة الروسية من 2015، من نهاية أكتوبر 2015 من ساعة حادثة الطيارة الروسية فوق المدينة في شرم الشيخ. احنا ساعتها يوسف عشان تبقى أنت عارف والدنيا مبسطة للناس، كان حجم السياحة اللي بتجينا مصر كلها حوالي 9 مليون سائح، من ضمنها حوالي 2.4 مليون سائح من روسيا فقط. يعني انت داخل على حوالي 28% من حجم سياحة بلدك كمصدر دخل قومي ليك. طبعا من اول 2015 2016 بعد الحادثة اللي جانا من السياحة الروسية صفر. فاحنا افتقدنا يعني سورس مهم جدا جدا كدخل قومي للبلد. للأسف الشديد بعض المواقع اللي نقلت الأخبار هي عودة السياحة الروسية تاني. للأسف طبعا هي هيئة الطيران الفيدرالي الروسي نفت الخبر ده تماما. احنا كل شوية طبعا بيجينا لجنة أمنية لمتابعة إجراءات سير الإجراءات الأمنية في المطارات عندنا، سواء في غردقة أو في شرم الشيخ أو في مرسى علم أو عموما المطارات المصرية. بصراحة كلها بنعملها بحذفها حسب المطلوب منهم لينا، ولكن طبعا للاسف هم بيبقى دايما عندهم وجهه نظر ورؤيه تانية للموضوع ابعد ما يكون عن اجراءات امنيه او حاجه. هو الموضوع طبعا واخد طابع سياسي اكبر من الموقف السياحي الكبير. مظبوط، يعني هذا الخبر مش صحيح عادي تماما يا فندم. من الصحه اللي رجع فقط لغير يا استاذ يوسف هو الطيران المنتظم، وده دي حاجه اجراء طبيعي بين اي دولتين بينهم علاقات طبيعيه، الطيران المنتظم ما بين مطار شيرميتيفا في موسكو ومطار القاهره. انما المطارات المصريه الاخرى زي غردقه شرم مرسى علم حتى تاريخه وساعته النهارده لا يا فندم لسه ما رجعتش. ما احنا عشان كده فعلا كان لازم نوضح لمشاهدينا، لان احنا دايما بنقول ان مش اي خبر يتسمع ان احنا نصدقه وكمان ما نتداولهوش غير لما نتاكد من صحته.